application of differentiation اللي هي معناها تطبيقات التفاضل، اللي هي دي الأمكانيات اللي ممكن نستخدم فيها التفاضل في حياتنا العملية. تيجي تحديدا من المعنى الهندسي أو التعريف الهندسي للتفاضل، اللي هو إنه التفاضل عبارة عن ميل المستقيم المماس للمنحنى إلى نقطة محددة. الميل ده بيجي بكمية من المعاني، اللي هي من أكثر حاجات نحن بنستخدمها الـ extreme value أو الـ critical point، اللي هي إيجاد الماكسيمم والمينيمم فاليو لدرجة ما في المجال التعريف بتاعنا. طيب التعريف بتاعنا من definition a function f has an absolute minimum maximum or global maximum at c if f of c greater than or equal f of x for all x in d where d is the domain of f. يعني معنى الكلام بعدين احنا ممكن نجيب القيمة العظمى لدالة ما اللي هي نفترض انها في الحالة دي سي، اذا حددت شرط واحد انه قيمة الدالة عند النقطة دي يا اما تكون اعلى او مساوية للقيمة بتاع كل النقاط على كل المجال بتاع تعريف الدالة اللي هو ده الدومين. في الحالة دي بنقول على النمبر اف اوف سي اللي هي قيمة الدالة عند النقطة سي ماكسيمم value of f on d حيث دي دالة الدومين او مجال تعريف الدالة. نفس الشيء إذا كنا عايزين df has an absolute minimum اللي هي دي القيمة الدومين at c if f of c less than or equal f of x for all x in d. حالة دي the number f of c is called the minimum value of d. إذا كان قيمة الدالة على نقطة c هي أقل قيمة للدالة في مجال تعريفها، الحالة دي بتسميها شنو؟ the minimum value of f. طيب دل القيمة العظمى والقيمة الدنيا دل بنسميهم extreme value أو الميلات الحرجة بتاعتنا. كويس، فنشرح الحالة دي بطريقة أفضل. ناخد في اعتبارنا الدالة مرسومة هسه قدامك هنا دي في رسم البيانة دي. طيب في حاجة ملاحظة هنا إنه عند النقطة دي هنا في محور x الدالة دي قاعدة قيمتها f of x هنا عند أعلى قيمة الـ highest point of the graph. تمام، في النقطة A هنا دي الـ lowest point في الـ graph، ما في حاجة أدنى من القيمة بتاعت الدالة عند A، ما في حاجة أعلى من القيمة بتاعت الدالة عند D. ده اللي بنسميه شنو؟ بنسمي القيمة بتاعت f of d هنا دي الماكسيمم بتاعتنا، بنسمي القيمة بتاعت a هنا المينيمم بتاعنا. طب ده زي احنا كنا بنتكلم كده بالطريقة المطلقة عن كل الدومين. طب لو احنا عايزين ناخد شريحة محددة، يعني ناخد فترة محددة ونتكلم عن انه والله الماكسيمم بتاعتها شنو او المينيمم بتاعتها شنو، اللي هي دي اسمها اللوكال ماكسيمم. function f has a local maximum or a limit maximum at c إذا كانت قيمة الدالة عند c greater than or equal f of x when x is near c حوالين جنب c. ده معناته شنو؟ إن إحنا عندنا open some open interval containing a c. معناها شنو الكلام ده؟ يعني إحنا عندنا فترة فيها ال c بنحدد من خلالها إنه والله الماكسيمم بتاعتنا هي مين، لكن ده local لوكال يعني حالة محلية بس مقتصرة على الفترة دي. نفس الشيء بيحصل لو احنا بنتكلم عن اللوكال مينيمم، برضه بنتكلم عن فترة محددة قاعدة فيها سي بحيث انه كنت الدالة عند نقطة سي دي اقل ما يمكن في الفترة بتاعتها. طب ناخد على الكلام ده اكزامبل. لو كان عندنا الدالة f of x اللي هي بتساوي 3 x 4 مع 16 x 3 زائد 18 x كبير. is shown in the figure. طبعا جبنا رسمة جاهزة، خلينا نرسم. عايزين نحدد الـ absolute maximum والـ absolute minimum والـ local maximum والـ local minimum. تعالى عين تاني كيف تعالى هنا من الكيف، بس عايزين نحدد الـ absolute والـ local. لو احنا كنا بنتكلم عن الـ absolute value maximum على اساس انها هي maximum، هتلاحظ انه مثلا عندنا نقطة سالب واحد في الـ x الـ y اللي هي قيمة الدالة تمام؟ سيكون نتكلم في فترة من سالب واحد لحد أربعة. طيب
مجلة قيمة هنا عندنا كم؟ عندنا الثلاثة، الثلاثة قيمة الواي بعد سالب سبعة وعشرين. تمام؟ في الحالة دي أنا بتكلم عن الفترة من سالب واحد حتى أربعة، لكن أنا ما عارفة بعد الدومين حيحصل شو، كيف حتتصرف الدالة في باقي مجال التعريف بتاعها. عشان كده أنا بقول في الحالة دي إن أنا بتكلم عن اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم. طيب في حالة تانية اللي هي critical number للفانكشن أو نقطة حرجة لدالة ما قاعدة في الدومين بتاعنا، معناها شو؟ معناها أنا بقول دي النقطة اللي عندها تفاضل الدالة بسالب صفر. الشرط بتاعنا عشان تكون عندنا نقطة حرجة سواء كانت ماكسيمم أو مينيمم، كانت قيمة عظمى أو قيمة دنيا، إنه تكون قيمة التفاضل بتاعت الدالة عند النقطة دي بتساوي صفر. ما يعني إنه أنا لو عازب أي critical point في دالة ما أنا ما أعرف النقاط بتاعت الحركة وين، أو الحركة أو الخطوط الحامل حافضل وأساوي به الزيرو. ناخد على الكلام ده مثال. لك found the critical number of f of x يعني f of x equal square root of x times 2 minus x. تمام؟ أول حاجة هنعمل عشان نجيب الـ critical number of function دي نجيب التفاضل بتاعها. واضح جدا انه ده تفاضل بتاعت الدالتين، الدالة الأولى هي عبارة عن جذر اكس والدالة الثانية هي عبارة عن قصيرة بتاعت الدالة الأولى أو بنقول عليها دالة خطية جذر ماينس اكس. تمام، هنقول الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول، بيجي عندنا كيف؟ جذر اكس في ماينس واحد زائد اثنين ماينس اكس في نص اكس أس سالب نص. تمام، يعني قبل واحد المقام في النهاية تجيبينها باثنين ناقص ثلاثة اكس على اثنين جذر اكس. طيب عشان عرفنا نجيب الكريتيكال بوينت بعد ما جبنا التفاضل محتاجين نساويه بزيرو، نجيب قيمة الاكس اللي بتخلي لنا قيمة التفاضل دي تساوي لنا الصفر. في الحالة دي قيمة الاكس اللي بتخليها لنا تساوي زيرو دي هي الكريتيكال بوينت أو دي هي النقاط الحرجة. طيب هيكون عندنا لما الـ f of dash تساوي صفر، لو لاحظت إن هي عبارة عن جذر، هذا أنا بتكلم عن إنه هيخلي لي قيمة البسط اللي بتساوي صفر، فهيكون عندي النقطة الأولى اللي هي x بتساوي 2 على 3، والنقطة الثانية اللي هي x equal صفر، واللي هي في الحالة دي لما يكون عندنا تفاضل قيمة التفاضل بتاع الدالة. طيب ده عموما إذا إحنا كنا بنتكلم عن critical point على كل الدول. طب لو انا اخترت كلوز انترفال، حددت فتره محدده عايز من خلالها اشوف هل اللوكال ماكسيمم مينيمم. تمام، انا لما اتكلم عن الانترفال ما ممكن لما اقول الابسولوت ماكسيمم في الانترفال دي نفسها العباره لما اقول والله اللوكال ماكسيمم حول النقطه دي. تمام، لكن هنا انا بحدد انترفال محدد. طيب المعطيات حتكون عندك كالاتي، انا عندك داله وعندك فتره بتاعتها، الانترفال بتاعنا نسميه A و B. هتجيب الابسولوت ماكسيمم والمينيمم في الفتره دي من خلال ثلاث خطوات. اول حاجه لازم تحدد الكريتيكال بوينت. تحدد الكريتيكال بوينت كيف؟ هتحدد تفاضل الداله تستمر للزيرو. بعد ذلك تجيب قيمة الدالة عند الـ end point. ما هي الـ end point؟ اللي هي حدود الفترة بتاعتك، اللي هي قيمة الدالة عند الـ A، قيمة الدالة عند الـ B. من خلالها حتعمل شنو؟ مقاربة، حتشوف أكبر قيمة للدالة سواء كانت في الـ end point ولا الـ critical point، وتسمي دي الـ absolute maximum. تشوف أدنى قيمة للدالة سواء برضو كانت في الـ critical point ولا الـ end point، وتقول دي الـ absolute minimum. طيب نأكد على الكلام من خلال مثال. طيب الدالة بتاعتنا كانت عبارة عن x تكعيب ناقص 3 x تربيع زائد 1، الانترفال بتاعتك اللي هي من x أكبر من أو بتساوي سالب نص لحد x أقل من أو بتساوي 4. تمام؟ فنحن عايزين شو نجيب الـ absolute maximum بتاعتنا. أول حاجة زي ما قلنا نجيب الـ critical number. نجيبه كيف؟ أول حاجة تجيب الدالة بتاعتك تفاضل تساويها بالزيرو. طيب التفاضل بتاع الدالة بتاعتنا حيكون شنو؟ الاكس تكعيب تفاضل بتاع الاكس تربيع، الثلاثة اكس تربيع تفاضل بستة اكس، الواحد اللي يكون عبارة عن سالب تفاضل بالزيرو. الخطوة الثانية هنساويها بالزيرو ونجيب قيم اكس اللي بتكون عبارة عن جذور للمعادلة بتاعتنا.
اللي هي هنطلع من هنا ومن هنا x على المشترك، هيكون عندنا إما لما ال x يساوي 0 أو ال x لما تساوي الحالة دي بنحصل على critical point. يبقى ال critical point بتاعتنا اللي هي 0 و 2، ال end point اللي هي حدود الفترة بتاعتنا اللي هي الساعة 2 و 4. هنجيب قيم الدالة، عندنا الأربعة نقاط اللي هي 0 و 2 سالب نص و 4، كانت الدالة عند 0 سالب 1، كانت الدالة عند 2 سالب 3، كانت الدالة عند سالب نص سالب 1، على 8 كانت الدالة عند 4 سالب 17. تمام؟ في الأربع قيم دي هشوف أعلى قيمة للدالة اللي هي حاليا هي 17، يبقى شنو؟ الأبسولوت ماكسيموم بتاعتهم عندي. هشوف أقل قيمة في الأربع قيم دي هتكون الأبسولوت مينيمم اللي هي أقل قيمة اللي هي سالب 3 عندنا الأبسولوت مينيمم. طيب لما نيجي نشوف كيف إذا كان في إمكانية إننا نشوف الكيف بتاع الدالة، هتلاحظ إنه فعلا قيمة الدالة أقل ما يمكن في الفترة اللي هي من سالب نص لحد 4 موجودة عند الاثنين، كويس، وأعلى قيمة لها اللي هي موجودة عند الأربعة، اللي هي الكلام ده كله في الفترة بتاعتها المحددة اللي هي من سالب نص لحد. طيب برضه من التطبيقات المهمة اللي هي المين فاليو، هنا قبل شوية احنا كنا بنتكلم عن absolute value maximum absolute minimum اللي هي نقاط عظمى نقاط حرجة، هنا عايزين نتكلم عن المين فاليو قيمة متوسطة. طيب التعريف بتاع القيمة المتوسطة جاء من التعريف بتاع أو الدالة إذا كانت قاعدة في فترة محددة وهي قابلة للتفاضل، هتلاحظ إنه الميل بتاع الدالة اللي هي الدالة عن هندسة التفاضل برضه بسبب كان فرق الصلات على فرق السنة أو اللي هي الفرق بين قيم y على الفرق بين قيم x، تمام، أو الفرق بين قيم المتغير التابع على قيم المتغير المستقل، تمام، دي المين فاليو ثيوري جاتنا في الكتاب. عشان أنت لأي دالة عشان تقدر تجيب القيمة المتوسطة بتاعتك لازم أول حاجة إنه تكون هي مستمرة في فترة من A إلى B، يعني عندك فترة endpoints واضحة والدالة دي مستمرة خلال الفترة دي ما حاصل لها أي انقطاع. الحاجة الثانية اللي هي قابلة للتفاضل، عشان شنو أنت محتاج للقيمة بتاعت التفاضل تكون موجودة. طيب أحيانا برضه بتتخطى بالطريقة دي اللي هي تخلصنا من الوضعية بتاعت القسم والمقام اللي هي الضرب التبادلي أو الضرب المقص، فضربنا القيمة بتاعت التفاضل في الفريق بتاع الانترفال بي ناقص A، والكلام ده كان بيساعد لنا كم تدافع عند B ناقص كم تدافع عند A. طيب مثال توضيحي، إذا كان عندنا الدالة بتاعتنا f of x consider the function f of x equal x cubed minus x، وال A بتساوي 0 وال B بتساوي 2، يعني هذا عديتك الدالة وعديتك الفرق. لو لاحظت ان الدالة بتاعتنا اللي هي كثيرة بتاعت حدود النظرية بتاعتها polynomial، since f is a polynomial it's continuous undifferentiable for all x، معروف ان بتاعت الدالة الدوال كثيرة الحدود اللي هو كل الأعداد الحديدية او كل ال r، تمام، وهي ما عندها مشكلة في الفترة بتاعتها من 0 ل 2 متصلة في نفس الوقت قابلة للتفاضل. وفي الحالة دي هنعمل شنو؟ هنعوض في القانون بتاعنا اللي هي كنت الدالة عند ال B، ال B عبارة عن 2 f ماينس كنت الدالة عند ال A، ال A عبارة عن 0 f of 0، كان ده بيساوي لنا f of C ال B ماينس A اللي هي 2 على 0. C دي هي عبارة عن القيمة اللي احنا عايزينها. طيب عشان نحاول ناخد C دي من القانون أو نحصل عليها، احنا محتاجين نفاضل الدالة دي وبعدين نعوض بدل أي x ب C، تمام، في نفس الوقت نجيب قيمة الدالة عند 2 عند 0 f of x لما ال x تساوي لنا 2 اللي هي عبارة عن 2 تكعيب ناقص 2، 2 تكعيب اللي هي 8، 8 ناقص 2 ب 6، تمام. طيب قيمة الدالة عند 0 اللي هي عبارة عن 0 تكعيب ناقص 0 اللي هي 0 ناقص 0 تساوي 0. طيب تفاضل الدالة عند c، تفاضل 3 x ب عفوا تفاضل 3 x تكعيب ب 3 x ناقص x تفاضل x اللي هو الواحد الصحيح، يبقى ده التفاضل بتاع الدالة. نيجي نعوض هنا القيم بتاعتها، نعوض بال f of 2 ب 6، نعوض بال f of 0 ب 0، المحصلة بتاعتها على الكفة الشمال هنا عبارة عن 6، نعوض بدل f داش of x اللي هي قيمة تفاضل الدالة بدل أي x هعوض بدلها ب c، اللي هتكون عندنا 3 c بربع ناقص 1.
نضرب مع الداتا في اثنين ناقص يصير اللي هي عبارة عن اثنين. الحصة النهائية بتاعتنا اللي هو ستة بتساوي ستة اكس تربيع ناقص اثنين. نحل ليه السين؟ نحط السين في السين تربيع موضع القانون اللي هي هتشيل تساوي اثنين تربيع مع ستة تبقى ثمانية اللي هي ستة زائد اثنين، هتقسم على ستة اللي هو هيكون تمانية على ستة، هنا هيكون هنا سي تربيع، تبقى سي تربيع تمانية على ستة أو أربعة على ثلاثة إذا اختصرنا وحسبنا. سي تربيع معناته شنو؟ هناخد الجذر التربيع للطرفين عشان نحصل على قيمة سي اللي هي هتبقى موجب أو سالب اتنين على جذر ثلاثة. يبقى المنهج بتاع الدالة إكس تربيع ناقص إكس هي عبارة عن اتنين على جذر ثلاثة. ليه ما أخذنا السالب؟ لأنه الحشو عليك انتقل من زيرو لحد اثنين، من زيرو لحد اثنين ما بنقدر نقبل الأعداد السالبة لأنها دي برا حدود الفترة بتاعتنا. فهناخد الجزء الواحد اللي هو اثنين على ثلاثة. آخر تطبيق من تطبيقات التفاضل اللي هو نحن حنتطرق له هنا نيوتن ميثود. طيب نيوتن ميثود بيقول إيش؟ بيقول لك إذا احنا أخذنا في الاعتبار الدالة إكس في واحد زائد إكس في كل في ستين ناقص واحد زائد اكس الكل في ستين زائد واحد يكون زيرو. تمام. How would we solve such a question؟ كيف هنقدر نحل هذا؟ إذا أنا مثلا عايز أجيب قيمة عايز أجيب قيمة اكس روت اللي هو قيمة الاكس اللي بتخلي المعادلة تساوي الزيرو. تمام؟ نحن عايزين هنا نلغي الجذر، القيمة بتاعت إكس اللي بتخلي هنا معادلة تساوي الزيرو. عشان تجيب عادة نحن المعادلات اللي بنتطرق لها معادلات من الدرجة الثانية كوادراتيك إيكويجن أو ثيرد ديجري إيكويجن فورث ديجري إيكويجن، يعني معادلات من الدرجة الثالثة معادلات من الدرجة الرابعة. بعد ناخد يعني أقصى حاجة ممكن نوصل لها معادلات من الدرجة الخامسة في الأمثلة البسيطة. لكن لما نيجي نحل العملية حل العملية شوية معقدة أحيانا، فبتلقى إنه الأسس بتمشي أكتر. الحاجة اللي ما بنقدر إحنا نحلها أناليتيكلي، ليه؟ لأنه شنو ما عندنا حاجة بسيطة، حل بسيط نديك ليه عشان أنت أو قانون بسيط أو كيف عشان تحصل على قيمة إكس. لو كانت كوادراتيك إيكويشن عندك قانون المميز أو الحل الحل العام بتعوض فيه الحل العام. طيب لو كانت هي من الدرجة الثالثة ممكن تطلع إكس واحدة أو تحاول تحلها، الدرجة الرابعة برضو ممكن تحاول، في الدرجة الخامسة بتبقى شوية صعبة ومعقدة. طيب كل ما مشينا نحن لفوق وكل ما المسألة تعقدت أكثر كل ما الحل بتاعها أخذ زمن أكثر. فنحن بنروح نستغنى عن الشغلة دي بالنيوميريكال ميثود. إيه شنو النيوميريكال ميثود؟ يعني إحنا نجيبها نحسبها بأرقام. نبدأ أول شيء بالجسم يكون عندنا رقم نبدأ نعود هو كابتداء تحدي مبدئي، بعد ذلك أنا هعمل صيغة تكرارية نعود فيها عشان نصل في النهاية للحل اللي إحنا عايزينه، اللي هو ده هياخد سنة. كويس. نيوتنز ميثود أو نيوتن رافسون ميثود دي عبارة عن نيوميريكال ميثود اللي هو بنبدأ بالجسم للروت بتاعنا وبعد ذلك نمشي للبتاع. جت من وين؟ جت من التفاضل أو تعريف التفاضل. تمام؟ إنه التفاضل بتاعنا عبارة عن فرق سقط على فرق السينات اللي هو عبارة عن ميل مستقيم أمام سليم على أمام نقطة معينة لحد ما نحن نجيب الـ. فإن إحنا عشان in this method we start with various approximation experiments اللي هو ده الجسم بتاعنا which obtain by guessing من خمن تخمين. بناخد يا إما نعمل rough sketching للجراف بتاعنا وناخد منه تخمين مبدئي، او انه والله نجيب بالكمبيوتر جنريتد جراف، نخلي الكمبيوتر يرسم لنا جراف بيكون احسن شويه من السكتش العادي. بعد ذلك نجيب الاكس 1 بتاعنا اللي هو ده الحل الجسم المبدئي. من اكس 1 احنا بنتحصل على اكس 2، من اكس 2 بنتحصل على اكس 3 وهكذا. تمام. نحصل على كيف كده اي علاقه بتاعت اكس الجديده عبارة عن إكس القديمة ناقص قيمة الدالة عند إكس واحد على تفاضل الدالة عند إكس واحد. عايز ثلاثة جيب إكس تو ناقص إف أوف إكس تو على إف داش أوف إكس تو وهكذا. عايز إكس إن بلس ون جيب إكس إن ناقص إف أوف إكس إن. طيب ناخد على الكلام ده مثال لنيوتن.
لا، معادلة تفاضلية بسيطة شوية، اللي هي نحن هنا في المثال بتاعنا ده إذا بدأنا بال x واحد تساوي 2 عايزين الثيرد ابروكسيميشن أو x 3 في الروت بتاعتنا، والمعادلة حقتنا كانت x بتساوي ناقص 2 x ناقص 5 بتساوي 0. في النهاية احنا عايزين المعادلة بتاعت ال x دي تجعل المعادلة الصحيحة للـ y تساوي لنا الصفر. أول حاجة هنحتاجها عشان نطبق المعادلة بتاعت نيوتن، اللي هو محتاجين عندنا الدالة، عندنا النقطة المبدئية، محتاجين منه تفاضل الدالة عند النقطة. طيب مسكنا الدالة تفاضلنا اللي هي x تكير ناقص 2 x ناقص 5، تفاضل بتاعت x تكير بتاعت x ناقص 2 عفوا ب 3 x تربيع، تفاضل سالب 2 x بسالب 2. خلينا نعوض في القانون بتاعنا اللي هو انت نحن عندنا اكس واحد، اول حاجة هنجيبها اللي هي هتكون اكس تو. اكس واحد اللي هي عبارة عن الاثنين، اول ما حطينا الاثنين بعد ذلك هنجيب قيمة الدالة عندها في الاثنين، تمام؟ هنجيب دالة هنعوض بدل اي اكس هنا بالاثنين، هيكون عندنا اكس تكعيب ناقص اثنين في الاثنين ناقص خمسة على تفاضل الدالة عندها الاثنين اللي هي تفاضل الدالة تلاتة اكس تربيع ناقص اثنين، نعوض بدل اكس ب 2 بعد نحسبها اللي هي في النهاية هتجينا ب 2.1. طيب المطلوب إن إكس تكعيب، أنا هعيد الكرة دي تاني لكن المرة دي مع إكس 2، هشيل في الدالة بتاعتي وأعوض بدل أي إكس ب إكس 2 اللي هي إكس 2 عبارة عن 2.1، هيكون عندي شنو؟ 2.1 أس 3 كده ناقص 2 في 2.1 ناقص 5 مقسومة على 3 في 2.1 تربيع ناقص 2، كويس؟ ونجيب حاسب بالنسبة ده اللي هو عبارة عن أنا المطلوب بتاعنا بيعتبر صغير لحد الربع لحد الخانة العشرية الرابعة أو الفور ديسيمال بليس. طيب ده بالنسبة لتطبيقات التفاضل في توتوريال في الفيديو إف، حاولوا تشتغلوه. بالتوفيق يا شباب.